مشكله البارحه اكو فد مشترك خابرني قال لي اخوي جوزف فاصل المشترك لا اعرفه ولا يعرفني ولا شايفه ولا اعرفه. قال انا سيد احمد. قلت له لحظات تخابر باكستان وارجع اخابرك. بهاللحظات خابرت الباكستاني قال اكو وطني وطني موجود. رجع خابرني قال لي اخوي انت وين؟ قلت له انا موجود اخوي. قال له انت رجال تعال باب المولده. خوش انا داوم بالسرايا وانا باكر اروح لمحمد رحيم مدير البلديه مالي حر اشيل المولده. قلت له اخوي انت لو تجي تشيل المولده ولا اشيل المولده تعال انا بعد اشتغل تقعد تسكن بيوتك. زين المهم جيت لقيته باب المولده. باب المولده لقيته ها اخوي. قال اخوي انا باكر هاي المولده ما اخلي الا خليها تراب. قلت له اخوي روح انت تشتكي روح اشتكي باكر. بهاللحظات طلعت اشغل سيارتي ورحت. طلعت رحت من شغال سيارتي رحت وصلت السريع خابروني اخذت لي 5 دقائق وصلت السريع جاي سيد احمد ابو الدجاج ضارب طلقات بالمولده عبال انا موجود بالمولده عبال انا موجود. انا رحت بعد فضل الموضوع قال اشتكي عليك وفضل الموضوع ما عندي مشكله ويا بعد. قلت له اخوي اشتكي الصبح اخوي وصلت السريع خابروني قالوا يا باي باكستاني انقتل. هاي طريقتين هاي وحده وهاي وحده واثنين برا رجع اثنين وحده برقبته منه وحده بصدره وهذا اكل باكستان كان يتعشى صور حتى الاكل هذا اكله شوفه. هذا يعني باكستاني متغرب ومسكين يعني هو شرد منظم باكستان من وراء الفقر اجى لهنا ياخذ له 300 دولار واحنا الباكستاني بالنسبه للمولدات يخدمنا يعني مع احترامات العراق احنا عندنا عراقيين ويشتغلون خوش بس الباكستاني راح للمواطن 24 ساعه نايم بالمولده قلت لك المولده معرضه لكل شيء انت ابن عمي اذا تريد راحه بالك وما تريد تتمال اخوي ابو المولده تتعارك ابو المولده مو خوش ادمي اكو رقم شكاوى واكو لجنه شكاوى واكو فرع نفط واكو مكتب محافظ تقدر تشتكي ما وفروا لك ذني اذا انت من حقك يجيب لك مولده عاكسه وخليها بس احنا ما عندنا مشاكل بالعقارات يعني ماكينه تشتغل ماكينه احتياط. اتمنى يطلعون الكاميرات ويشوفوه من طلع من بيته شايل سلاحه لحد ما هذا خوش اجى وانا وقفت بوجهه ما وقف شخص بوجهه لان راكب راسه قام يرمي مع المولد مع الباكستاني قلت لك ورمى لي فوق وطلع افتار حصر اخوي انا هذا دم هاي اثار الطلق اجت الادله الجنائيه اذا بس بالباب اثنين هاي وحده بالحائط زرفته البلوكه لان هو قريب وقف مال واحد كتال مو مال واحد يخوف هسه مثلا نقول ارمي لي فوق خوف وروح اي انا حق الباكستاني واريد هو هذا جاي كتال عليه هو من جاب سلاحه يريد يقتلني ما يقتل الباكستاني بس عبالي انا ورا الباب واقف عبالي انا ورا الباب ضربت القاد على الباب انا ما موجود كنت اجى سولف وياي هنا قال خوي راح اشتكي انا باكر قلت له خوي روح اشتكي ما عندي مشكله الكهرباء راحت لنا 5 دقائق ما انقلبت الدنيا انقلبت الدنيا يا عمي ما انقلب كهرباء المولده تعطل خلص غاز باكستاني نايم ما تنقلب الدنيا يعني 10 دقائق طارت كهرباء عليك واكو وطني موجود وطني موجود من خابر هو يعني مو تقول اكو وطني ونكون مطفين وطني عندنا حاليا الاجراءات قاعد تمشي قانونيا احنا نتمنى اللزم باسرع وقت لان هذا دم المسلم راح ما اريده يروح هدا انا قدمت اليوم شكوى امبارح اشتكيت بمركز الحر اشتكيت عليه وصعدت المحكمه اليوم خوش وبعد ما اعرف اجراءات المحكمه شنو طبيت القاضي قال شهود موجودين قلت له شهود عندي اثنين اخويا والمشغل مال غير مولده موجود قال راح نصدر عليه امر قبض ونشوف شنو وضعيه بعد تصفى